مساء الخير. مساء النور يا ست حلاوتهم، اي خدمه؟ انت ايه مروح؟ ما انا اصلي خلصت شغلي بدري، بس كنت قاعد لما اخذ مع بتوع الامن بنشرب شاي. طب ايه رايك بقى ان انا عايزاك في خدمه تعملها لي؟ ايوه بس ما تكونش زي بتاعه المره اللي فاتت. لحسن سحليم وبيك كان ناوي يقطع عيشي من هنا. لا 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 ما تخافش، محدش هيقدر يجي جنبك طول ما انا موجوده هنا اهو. وبعدين في حاجه بقى، انا هعمل لك ما هي كل شهر هتقبضها مننا، موافق؟ متشكرين قوي يا ست حلاوتهم. طيب بص بقى، ركز معايا وفتح ودانك كويس بقى، عشان اللي هقوله لك عايزاك تنفذه بالحرف الواحد. الغرزة السودة دي. قومي قومي قومي. تعالي. معلش معلش معلش. حصل ايه؟ حصل ايه؟ على مهلك. شوفي شوفي. شيلك انا. شيلك حليمه. بابا. سلامتك. على مهلك. سلامتك. سلامتك يا شيخ. حصل ايه؟ وقعت في الحفرة معلم. بنت لو وقعتها. حصل ايه يا حبيبتي؟ سوريان يا شوخ هسه. ايش بتوجعني كتير يا سنشبيلا؟ طبيب. ايوه هنشبيها على الطبيب. تعالي معايا يا حبيبتي. انت كويسه؟ حليم تعالي. ايه بقى اللي انت عملته ده؟ انت ازاي ماسكها كده وحاطط ايدك كده هنا كده ازاي يعني؟ وبعدين انا عايزه افهم حاجه، انا لو وقعت بقى عليا وقعتها دي هتشيلني زيها ولا مش هتشيلني؟ طبعا لا، بس انت اقعي ومالكيش دعوه. كنت عايزين اعمل ايه يعني؟ سبب تلقحها في الارض. لا يا حنين، تاخدها وتسندها وتطبطب عليها. حرام عليك، انت فاكر نفسك مين يا اخويا؟ فاكر نفسك غداء في العيله؟ بس مش فايق لجنانك، عندي شغل. حليمو استنى هنا. حليمو رحماكي يا لبنان، هيدا حكي هيدا كلام. الحمد لله. انا سمعت جالك دكتور. الحمد لله الحمد لله. اتفضل. هو احنا كنا عاملينها عشان تيجي سليمه؟ انا عارفه يا اختي، قعدنا نبحث لمقدره تعبت من كتر الفحت عشان تنزل على جدور رقبتها بتاعت شو بوه والصح يدحن بوه. معلش جات اكتر من ريحات.